رمضانكم صحي برعاية دائرة الصحة أبو ظبي. الله يتقبل منكم صالح الأعمال إن شاء الله. في بعض الناس تقول أنا أتناول طعام صحي ومغذي فالسموم ما بتدخل لجسمي، لكن للأسف هالكلام مو صحيح. فالغذاء اللي نتناوله تضاف عليه مئات المواد سواء أثناء زراعته أو تصنيعه أو حتى أثناء طهيه، والهواء اللي نستنشقه كل يوم مليء بالسموم الصادرة من عوادم السيارات وغازات المصانع وغيرها، بالإضافة للجراثيم والفيروسات اللي تدخل جسمنا بدون استئذان. فالحصول على جسم خالي من السموم يعد معركة صعبة لكن مو مستحيلة، حيث أن اتباع برنامج غذائي وحياتي متكامل هو الحل الأمثل للانتصار في هذه المعركة. ويأتينا شهر الخير شهر رمضان لينظف أجسامنا من كل هذه السموم، فالصيام يساعد على تنظيف الكبد والقولون من الترسبات السامة، ويعمل على تقوية جهاز المناعة عن طريق مساعدة الجسم على تصنيع الأجسام المضادة، كما تتم أكسدة كميات هائلة من الشحوم المخزنة في الجسم ويتم التخلص منها مع فضلات الجسم. وخلو الجهاز الهضمي من الطعام لفترة طويلة من النهار يساعد على التخلص من الجراثيم التي تستمد غذائها من الطعام والشراب، كما أن الصيام وقاية للجسم من الرواسب الكلسية والزوائد اللحمية والأكياس الدهنية وكذلك الأورام في بداية تكونها، كما أنه يخفض نسبة السكر في الدم إلى أدنى معدلاتها ويعطي غدة البنكرياس فرصة جميلة للراحة. وبنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصحة الجسد والروح نقولكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. رمضانكم صحي برعاية دائرة الصحة أبوظبي.